بسم الله والحمد لله ولا إله إلا هو، والأمراض الكثيرة التي عانت منها الأمة لا نقدر عدها. أنا مش نرجو توا إلى بعض آيات قرآنية في أول سورة الإسراء، رواية دكتور وإلا بني إسرائيل عندها لنبوة اسمها. ناخذ الآية السابعة من هذه السورة الكريمة، مخاطبا ربنا ومعلما بني صهيون أنه عنده مسؤولية، كان احترموها فازوا بفضل الله، وإن اعتدوا عليها كانوا من الخاسرين. يقول ربي إن أحسنتم لأنفسكم، كان قمتم بعمل صالح يرجع عليكم بالصالح، إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم إذا كان قمتم بشيء خبيث، وإن أسأتم فلا فإذا وإن أسأتم فلا يعني من الإساءة مش تكون مربوطة بكم أنتم، ومش تدفعوا الثمن في الدنيا وأثناء رحلتكم البرزخية وفي الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة، ما ربي قال وقضينا بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هنا قال لهم وقت تجي المرة الثانية ربما يعني هذه السنوات هذه. فإذا جاء وعد الآخرة يعني لو تيرم دو لا دوزيام فوا كو فوز الي فريمون سيفير دون لو مون فوز الي سومي لو ديزورد، يقول ربي فإذا جاء وعد الآخرة ماذا سيحدث؟ نرى ذلك في الشريط الآتي إن شاء الله.